وشريف طبعا هو كان متواجد في وشريف ان هو كان متواجد معاه، وعلي برضه لا يخل طبعا، كلهم حراس. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون منافسه شريفه تصب في الاول وفي الاخر في مصلحه الفريق ان شاء الله. شكرا يا كابتن مصطفى. شكرا جزيلا. انا بشكر كابتن مصطفى كمال، لكن زي ما انت شفت معايا كابتن ميدو مايكل ليندمان، طبعا هو دايما خفيف الدم كده وفي الهزار مع باقي الجهاز المعاون، وايضا